الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تدخل يومها الثالث وتوالي دخول شاحنات المساعدات والوقود عبر معبر رفح. كتائب القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها في عملية طوفان الأقصى واستشهاد فلسطيني بوسط غزة و8 آخرين بالضفة. وفي أخبار الاقتصاد، وزير البترول يوقع عقدا مع شركة كندية للتنقيب عن الذهب في مرسى علم باستثمارات تصل إلى 2.5 مليون دولار. الثانية بالتفصيل من الفضائية المصرية، مرحبا بكم. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي ينعقد غدا والمخصص هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة. وأعلنت الخارجية أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية سوف تجتمع خلال وجودها في برشلونة مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركة اللجنة في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط. كما يتوجه الوزير شكري بعد غد الثلاثاء إلى نيويورك، حيث سيشارك مع أعضاء اللجنة الوزارية في جلسة الإحاطة الدورية التي يعقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، التي قررت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن عقدها على المستوى الوزاري للتعامل مع تطورات الوضع في قطاع غزة. وبرعاية مصرية قطرية أمريكية، تدخل الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يومها الثالث على التوالي، حيث يترقب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إطلاق سراح مزيد من المحتجزين والأسرى وفقا للاتفاق. وكانت الجهود المصرية الحثيثة قد نجحت أمس في إتمام عملية التبادل الثنائية للأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعلن الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراح 13 محتجزا إسرائيليا بالإضافة إلى 4 تايلانديين. وتنص الهدنة على تدخل التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية بين إسرائيل وحماس على هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام، وعلى إفراج حماس عن 50 من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 أسيرا فلسطينيا، وعلى إدخال شاحنات ومساعدات وأيضا وقود إلى قطاع غزة المحاصر. في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح 39 من الأسرى الفلسطينيين، هم 6 نساء و33 طفلا، بموجب اتفاق التبادل. وأكدت الوكالة أن الأسرى المفرج عنهم وصلوا القدس. من جانبها، أعربت حركة حماس عن تقديرها لمصر وقطر لضمان استمرار الهدنة المؤقتة مع إسرائيل. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مزارع فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم اللاجئين بوسط غزة. هذا ونعت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 4 من قادتها، بينهم عضو في مجلسها العسكري، استشهدوا في الحرب التي تخوضها منذ أسابيع ضد إسرائيل في قطاع غزة. أوضحت في بيان لها أن من بين الشهداء أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، إضافة إلى 3 آخرين استشهدوا خلال عملية طوفان الأقصى. جدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور ويسلاند دعوته لإطلاق سراح المزيد من الرهائن وتوسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس. وأعرب المسؤول الأممي عن تقديره وإشادته بمصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لجهودهم الحثيثة لتسهيل هذا الاتفاق. كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها والامتناع عن الاستفزازات أو أي أعمال يمكن أن تؤثر على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق. كما حث الأطراف على بذل كل الجهد الممكن للتوصل إلى وقف إنساني ممتد لإطلاق النار والسعي إلى تحقيق مستقبل أكثر سلاما.
أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن الهدنة الإنسانية الحالية كشفت تفاصيل الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة أمام الجميع. وأكد المتحدث الأممي أن خروج المستشفيات عن الخدمة الواحد تلو الآخر شكل ضغطا أكبر على باقي المستشفيات، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لمياه شرب نظيفة وأغذية وأدوية وأغطية. وأوضح أن فرق الأونروا تمكنت بعد سريان الهدنة من الوصول إلى مناطق الشمال لأول مرة منذ 48 يوما، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج لنحو 700 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات السكان البالغ عددهم نحو 2.5 مليون مواطن. هذا ويتوالى دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وفقا للاتفاق المبرم لسريان الهدنة. هذا وأفاد مراسل أخبار مصر بدخول 6 شاحنات ووقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، كما أوضح أن الشاحنات تقل حوالي 129,000 لتر سولار و80,000 لتر غاز. كما أشار مراسلنا إلى وصول 5 طائرات من المساعدات إلى مطار العريش، و3 من قطر، وطائرتان من السعودية، وطائرة من بلجيكا، تمهيدا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة. هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت حمولتها أمس في شمال غزة، وذلك من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية قد وصلت إلى القطاع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، 5 منهم خلال عملية عسكرية في مدينة جنين. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس افتتاح 5 فروع تابعة للصيدليات إسعاف 24، وذلك بعد تطويرها وعقب إعطاء إشارة البدء إذانا بالافتتاح. أكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها يتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، لكون تلك الصيدليات تسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات. وجاء مدبولي بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات إسعاف 24، وذلك بمختلف المحافظات، ومشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 المقرر انعقاده بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. وخلال الاجتماع تناولت الوزيرة أجندة المؤتمر وما تتضمنه من جلسات وفعاليات وأحداث تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بملف تغير المناخ، لافتة إلى أن هذه الجلسات ستشهد تسليم مصر لرئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات، كما ستشهد استعراضا للعديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات. ينهي المرشحون 4 لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة حملاتهم الانتخابية خارج البلاد بعد غد الثلاثاء، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي يومي 29 و30 من شهر نوفمبر الجاري استعدادا لانتخابات المصريين في الخارج في 1 و2 و3 من ديسمبر المقبل داخل مقر البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، حيث تجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقرها وعناوينها. نظم اتحاد النقابات العمالية بمحافظة الشرقية مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الغربية دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما نظمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة دمياط أول مؤتمر جماهيري لها لعرض البرنامج الانتخابي للمرشح. نتابع. دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وحثا للمواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، نظم اتحاد النقابات العمالية بمحافظة الشرقية مؤتمرا حاشدا بمشاركة رؤساء اللجان النقابية والكوادر العمالية، أعلن فيه الحضور وقوفهم خلف السيسي في الماراثون الانتخابي لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات. كلنا عارفين الدور اللي قام بيه السيد رئيس الجمهورية خلال مرحلة طويلة، يعني احنا عرفناه قبل ما يبقى رئيس، عرفناه وهو رئيس، عشنا معاه فترة كبيرة يعني 10 سنين أو 9 سنين، شايفين كتير من اللي تقدم للبلد بشكل كبير، شايفين المدن الصناعية اللي بتبني جديد، شايفين الإسكان اللي بيبني جديد، شايفين الموانئ بتتطور، شايفين الطرق بتتطور، فاحنا أكبر ناس شايفين كل الكلام ده. احنا لو قعدنا نعد على الحاجات اللي عملها ست رئيس هناخد وقت كبير. الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا شفنا فيه الأمن والأمان، شفنا فيه القوة، شفنا فيه الحماية للشعب المصري وأيضا شعوب بالدول العربية كلها. احنا لما قلنا عبد الفتاح السيسي في الدورة الأولانية كانت مصر مهلهلة، مفيش طرق، مفيش بنية تحتية، مفيش اقتصاد، مفيش حاجة مركونين عليها. فلما جه عبد الفتاح السيسي حط خطة اقتصادية. هذا المؤتمر الحاشد الذي نظمه بمحافظة الغربية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني فجاء لدعم السيسي أيضا لتولي فترة رئاسية جديدة في الاستحقاق الانتخابي القادم لاستكمال ما بدأه من مشروعات في مجالات التعليم والطرق والصناعة والطاقة والصحة والبنية التحتية. لما بنقول نازل نشارك كمجتمع مدني بنقول مش عشان حاجة، لا، عشان بلدنا، عشان مصر، لازم كلنا ننزل عشان مصر. وفي محافظة دمياط نظمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المؤتمر الأول لها في المحافظة لطرح البرنامج الانتخابي للمرشح. المؤتمر الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا دعت خلاله حملة السيسي جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات. حراك سياسي تشهده مصر حاليا في المحافظات المختلفة استعدادا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، انتخابات يثبت فيها المصريون إيجابيتهم وحرصهم على المشاركة في بناء المستقبل. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. لقد قال مرشحنا مرارا أن الأمم لا تصمد بقيادتها فقط بل تصمد بشعبها وقيادتها، وأن سياسة مصر تعتمد على السلام والتنمية والبناء والتعاون، وأنه لن يستطيع أحد المساس بمصر، ومصر قادرة دائما على تأمين نفسها وتأمين شعبها. ضمن مؤتمراته الانتخابية في عدد من محافظات الجمهورية والقطاعات الجغرافية المختلفة، عقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمركز أطفيحة التابع لمحافظة الجيزة، كما استعرض خلاله ملامح برنامجه الانتخابي الذي يتضمن مجموعة من القرارات الأولية بينها قصر ملكية أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى. تواصل جديد للمرشح الرئاسي فريد زهران مع المواطنين بمحافظة الجيزة مركز أطفيح قرية صول من خلال حملته الانتخابية لاستعراض برنامجه الانتخابي وأفكاره في القضايا المختلفة، حيث ثمن المرشح الرئاسي دور الوساطة المصرية في التوصل لهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
أي تحقيق لهدنة في اللحظة الراهنة هو أمر لصالح الشعب الفلسطيني، وأرجو أن ننتهي من هذه الهدنة إلى هدنة جديدة ولا هدنة ثالثة في طريقنا إلى ترابيزة مفاوضات وتفعيل حل الدولتين. وأنا أعتقد أن على الرغم من التضحيات الجسيمة اللي قدمها الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الوحشي الإسرائيلي، إلا أنه في النهاية هذه التضحيات لم تضيع يعني سدى، لأنه في النهاية الرأي العام العالمي بيتغير وبيزداد التعاطف مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته العادلة، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي جدا ويمكن البناء عليه. القائمون على الحملة الانتخابية للمرشح قالوا إن مصر تحتاج إلى تغيير رؤية وترتيب أولويات بناء على احتياجات المواطنين. أقول للناس إن إحنا عايزين نغير مش أشخاص، إنما إحنا عايزين نغير نظام، عايزين نغير فكرة، عايزين نغير الناس بتحكم برؤية معينة لرؤية مختلفة إحنا بنتبناها وبنشرحها بشكل واضح جدا في البرنامج بتاعنا. بنقول إن إحنا لازم نعيد ترتيب الأولويات بتاعتنا. منهتم دايما قضايا المواطنة وقضايا العمال وأصحاب التأمينات والمعاشات. عندنا في البرنامج اهتمام كبير بعمال مصر والصناعة والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر. ويعد المؤتمر واحدا من المؤتمرات الانتخابية للحملة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تحرص الحملة على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والنقاش معهم حول الحلول المطروحة لها في البرنامج الانتخابي للمرشح. وتستمر المؤتمرات الشعبية للمرشح الرئاسي فريد زهران سعيا للتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، بينما تشدد حملته الانتخابية على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. أسماء حسن، التلفزيون المصري. في محافظة الغربية عقد حزب الوفد المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، والذي استضافته جامعة طنطا بحضور عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا. نتابع. محافظة الغربية كانت المحطة الثالثة في محطات قطار الحملات الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. المرشح الوفدي بدأ باستعراض رؤيته لأهم المشاكل التي يرى أن حلها يحل الكثير من الأزمات في مصر، خاصة الاقتصادية منها. ومن أجل ذلك وضعت برنامجا استعرضت فيه المشاكل ووضعت لكل مشكلة حل، واستعنت في المشاكل التي نعاني منها خاصة المشكلة الاقتصادية بنخبة من الاقتصاديين. القضايا التشريعية أيضا كانت محل اهتمام المرشح الرئاسي، موضحا رؤيته ورأيه في مجلس الشيوخ. عندما أضفنا البند السابع في الدستور وأضفنا مجلس الشيوخ، هذا اتجاه محمود، ولكن وضعنا فصل سابع لمجلس الشيوخ منزوعا عنه الاختصاصات التشريعية. يمامة أفرض للقضية الفلسطينية مساحة كبيرة خلال عرضه لرؤيته السياسية أمام أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية. نعم، نحن مع الحل السلمي، ولكن لا أن يفرض عليه، ولكن أن يشارك في هذا الحل لمسألة أساسية. لن يدوم سلام بدون مشاركة الفلسطينيين في اختيار مصيرهم والشكل القانوني لدولتهم. سد النهضة كان من أهم القضايا التي ناقشها المرشح الرئاسي الوفدي وأعطى فيها رؤيته لحلها. والحل فيها هو الانسحاب من إعلان المبادئ، لأنه انتقص من حقوق مصر في أن تلجأ إلى سوء الوسائل السلمية لحل المنازعات، وهي الوساطة والتوفيق والتحكيم. إذن ببرنامج طموح يسعى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة لوضع حزب الوفد على قمة الهرم السياسي في مصر، فهل ينجح في إقناع الناخب المصري بالفكر الليبرالي الوفدي خلال الفترة القادمة؟ أحمد هندي، التلفزيون المصري.
على جانب آخر، نشرت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري جانبا من برنامجه الانتخابي، حيث أشار حازم عمر إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة للحملة الاجتماعية والتأمينات وتوفير برامج أو برنامج حماية شاملة ضد التأثيرات السلبية للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعم شبكات حماية اجتماعية تستهدف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية وكبار السن، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودعم منظمات المجتمع المدني والأهلي. وفيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم، يركز برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر على زيادة الموارد المطلوبة لتطوير العملية التعليمية وترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد لتطوير التعليم مع تحفيز الاستثمارات في مجال التعليم وتشجيع المعلمين وتحسين أوضاعهم والارتقاء بجودة العملية التعليمية وتطوير المناهج. وفي مجال الصحة يرتكز رؤية برنامج المرشح الرئيسي على إيجاد منظومة حوكمة لتحقيق العدالة في قطاع الرعاية الصحية وتوسيع قاعدة منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية الطبية والاهتمام بالكوادر البشرية والاستفادة من قدراتها مع تشجيع المكون المحلي من الصناعات الدوائية. عملية انتخاب رئيس الجمهورية تجرى وفق إجراءات وقواعد نظمها الدستور المصري بما يتضمن آلية النظام الانتخابي ومدة الانتخاب وأداء اليمين وغيرها من المواد الإجرائية. نتابع في التقرير التالي. أهلا بكم. نظم الدستور المصري إجراءات انتخاب الرئيس وفقا لبعض القواعد بحسب المادة 139 من الدستور. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به. ووفقا للمادة 140 فينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل منصبا حزبيا طوال مدة الرئاسة. أما عن النظام الانتخابي فتنص المادة 143 من الدستور على أنه ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. بحسب المادة 144 فيشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس نواب. لكن من يحق له التصويت في الانتخابات؟ وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يحق التصويت لكل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما، ويجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرجا بقاعدة بيانات الناخبين. يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة والرئيسية والفرعية والإضافية، كذلك ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. بحسب القانون فتوجد حالات لا يحق لها التصويت مؤقتا على النحو التالي: المحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة الاحتجاز الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية. كذلك كل من صدر ضده حكم نهائي لارتكاب أي من الجرائم التالية: أولا التهرب من أداء الضريبة، وبعد ذلك إفساد الحياة السياسية، أو حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، أو حكم نهائي بالفصل لارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ارتكاب إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. كذلك يحرم من التصويت المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية أو عقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية. كذلك
حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو لارتكابه إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. تحياتي. انزل وشارك، كمل المشوار. الانتخابات الرئاسية 2024. استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن، تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني. نتابع في هذا التقرير. استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن، تم تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني بإجمالي 16 مرحلة، وذلك خلال الفترة من 9 إبريل 2023 وحتى 23 من نوفمبر 2023. وقد أسفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير 439 مزرعة لنباتات مخدرة بإجمالي مساحة 313 فدانا، تنقسم إلى 300 فدان لنبات الخشخاش المخدر وعشرة أفدنة لنبات الهيدرو المخدر وثلاثة أفدنة لنبات البنجو المخدر. حرق وتدمير 44 طن و774 كيلوغرام مواد مخدرة، تنقسم إلى 35 طن بانجو و4330 كيلوغرام بذور بانجو و3515 كيلوغرام بذور خشخاش و200 كيلوغرام هايدرو و900 كيلوغرام بودرة حشيش و629 كيلوغرام حشيش و200 كيلوغرام أفيون. كما تم ضبط 16 متهما وتدمير البنية التحتية للزراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير 14 مصنعا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و10 مكابس و8 مفرمة حشيش. ضبط وتدمير 201 حوض مياه بمساحة من 20 إلى 30 مترا مكعبا و52 ماكينة مياه و83 ألف متر خراطيم مياه و6 مولدات كهرباء و50 لوح طاقة شمسية. كما تم ضبط 9 عربات نقل و3 دراجات نارية و14 خزنة ذخيرة و492 ذخيرة أنواع. هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وهذه عودة لمتابعة إدخال شاحنات المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح، حيث ينضم إلينا من المعبر حمادة العربي مراسل أخبار مصر. حمادة، بعد التحية، حدثنا عن عملية إدخال أو عمليات إدخال الشاحنات عبر معبر رفح البري، وهل جد جديد؟ بالفعل عمرو، بعد التحية، منذ قليل تم الدفع بما يقرب من 6 شاحنات
محملة بوقود السولار دخلت إلى معبر رفح البري، وتم إنزال أو تقوم الآن بإنزال محتويات تلك الشاحنات، ويتم تفريغها إلى شاحنات أخرى لنقل السولار إلى قطاع غزة جنوب القطاع، إضافة أيضا إلى ما يقرب من 80,000 لتر من الغاز الطبيعي المستخدم في المقام الأول في عمليات الطهي وتشغيل المخابز داخل قطاع غزة. يضاف أيضا إلى ذلك استمرار توافد الطائرات على مطار العريش الدولي، حيث هبطت في صباح اليوم وحتى الآن 5 طائرات محملة بكميات من المساعدات الطبية والغذائية والمعيشية، أيضا نتحدث عن 3 طائرات قطرية وطائرة من المملكة العربية السعودية وأخرى من دولة بلجيكا. تم تنزيل تلك الطائرات في مطار العريش وتحميل حمولتها على شاحنات اتجهت إلى المخازن التابعة للهلال الأحمر المصري هنا في مدينة العريش، إضافة أيضا لاستمرار توافد المساعدات على المعبر حتى يكتمل العدد أو يزيد اليوم عن 200 شاحنة تدخل إلى معبر رفح وتتخذ كافة الإجراءات، ويتم تسليمها اليوم أيضا التزاما ببنود الهدنة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة والأونروا. حمد العربي مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة حيث معبر رفح، ونشكرك شكرا جزيلا. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسقطت روسيا مسيرات أوكرانية فوق 4 مناطق روسية بينها موسكو، كما اعترضت صاروخين أوكرانيين فوق بحر أزوف متجهين نحو أراضيها. وأفادت موسكو بأن الهجمات بالمسيرات استهدفت مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا ومناطق قريبة من موسكو. تأتي الهجمات الأوكرانية بعد يوم من تعرض كييف لما وصفته بأكبر هجوم بمسيرات روسية منذ الحرب. وتزامنا كما أفادت أوكرانيا بأن دفاعاتها الجوية أسقطت 8 من أصل 9 مسيرات روسية فوق أراضي البلاد. فرضت حكومة سيراليون حظرا للتجوال في عموم البلاد بعد هجوم على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون. وقال بيان حكومي إن قوات الأمن نجحت في التصدي لمسلحين مجهولين شنوا هجوما على سكنات عسكرية وحاولوا اقتحام مستودع للأسلحة في العاصمة فريتاون، مشيرا إلى أن قوات الأمن تسيطر على الوضع في العاصمة. أخبار المال والأعمال الثانية، أهلا بحضراتكم. شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا والسفير الكندي لدى القاهرة لويس دوماس توقيع عقد جديد مع شركة لوتس الكندية للتنقيب عن الذهب في مدينة مرسى علم، وذلك باستثمارات تقدر ب 2.5 مليون دولار. يأتي توقيع العقد ضمن الجولة الثانية لمزايدة الذهب العالمي التي وقعتها مصر مؤخرا، حيث كانت الشركة الكندية قد حصلت في الجولة الأولى على 7 قطعات. واجتمع الوزير مع وفد الشركة لاستعراض موقف تقدم الأعمال في قطاعة المرحلة الأولى. تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع وسط اتجاه بيعي للأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية، قابله اتجاه شرائي من جانب المتعاملين الأفراد المصريين. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.7% إلى قرابة 25,342 نقطة، في حين ارتفع المؤشران الثانويان بنسب تراوحت بين 2% و5%. رفع إذن آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ونوالي أخبار الاقتصاد للثانية. أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي أن قرار روسيا بفرض بعض القيود على صادرات الحبوب لمدة 6 أشهر، والذي سيبدأ من الأول من ديسمبر المقبل وحتى نهاية مايو، لن يؤثر على واردات مصر من السلع الأساسية. وأكد عشماوي على هامش افتتاح معرض نيبو للمشغولات الذهبية المقام في أرض المعرض أنه سيتم إعادة النظر في المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية لتستوعب كافة السلع المتداولة. كما أوضح أنه تم حتى الآن طرح عدد من السلع التطورية
تتضمن القمح والذرة والسكر والردة والذهب والفضة. وعلى جانب آخر قال عشماوي أنه يتم حاليا التفاوض مع وزارة البترول والثروة المعدنية على طرح بعض المنتجات البتروكيماوية في البورصة السلعية. وأخيرا سجلت شحنات الغاز الروسي اليومية إلى الصين مستوى تاريخيا جديدا بسبب ارتفاع الطلب الصيني، حيث أكدت شركة غازبروم الروسية أنها قامت بتوفير كل الكميات المطلوبة من الشركة الصينية والتي تتجاوز الالتزامات التعاقدية عبر خط باور أوف سيبيريا 1. وأتي ذلك في إطار خطط روسيا لتصدير نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين بنهاية 2024. ختام الثانية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تدخل يومها الثالث، وتوالي دخول شاحنات المساعدات والوقود عبر معبر رفح. كتاب القسام تعلن استشهاد 4 من قادتها في عملية طوفان الأقصى، واستشهاد فلسطيني بوسط غزة، وثمانية آخرين بالضفة. مسبيرو دوت اي جي عنواننا الإلكتروني. إلى اللقاء. في أمان الله.